رجال كوماندوز اليد حقق للنادي الأهلي بطولة دوري المحترفين وكأس الاتحاد المصري بدون اللاعبين الدوليين بعد منافسة شرسة مع المنافس التقليدي، وكذلك حقق الفريق الفوز ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس التي نظمها النادي في أبريل الماضي. بالنظر إلى قطاع الناشئين لكرة اليد، حصل فريق مواليد 2000 بنين على بطولة دوري المحترفين المرتبط بالدرجة الأولى لأول مرة في تاريخ هذا الجيل. وفي بطولة الجمهورية حقق فريق مواليد 2002 بطولة الجمهورية بعد ماراثون طويل مع الفرق المنافسة. وعلى نفس الطريق تسير فرق البراعم والصغار في بطولات كرة اليد المصغرة، حيث حصد فريق مواليد 2009 بطولة الجمهورية، وحصدت فرق مواليد 2005 2006 2008 المركز الأول ببطولة منطقة القاهرة. في قطاع كرة اليد للسيدات، وكما تعودنا من السيدات، سيدات يد الأهلي التي حصدن البطولات فقط، وحققوا فرق قطاع السيدات 18 بطولة. حصل الفريق الأول للسيدات بطولة الدوري العام وبطولة كأس مصر وبطولة منطقة القاهرة، وباكتساح تام للبطولات حققت فرق الناشئات بطولات الجمهورية لفرق مواليد 98 أنسات 2002 2006 2007. وفي بطولات منطقة القاهرة حصدت فرق مواليد 98 2002 2004 2005 2006 2007 المركز الأول على مستوى منطقة القاهرة. زي ما قلنا مع حضراتكم، داخل القلعة الحمراء مفيش تمييز بين لعبة وأخرى، مفيش تمييز بين اللعبة الفردية واللعبة الجماعية. وإن كانت اللعبة الشعبية الأولى في مصر